أخي الكريم، أختي المباركة، إذا كنتم بتعانوا من مشاكل في طلب الرزق والأمور كلها معقدة ومتوقفة، وأيضا إذا كان بيتقدم لك أشخاص وما بيتمش الارتباط، وكذلك أنت غير موفق في موضوع الارتباط، فقط أغمضوا أعينكم واستمعوا لي في هذه الدقائق المعدودة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،
وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله بسم الله بسم الله. يسحب أي عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد يحيل بينه وبين رزقه. يسحب أي عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد يحيل بينه وبين رزقه وعمله. يسحب أي عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد يحيل بينه وبين الارتباط أو يحيل بينها وبين الارتباط طاعة لله طاعة لله. يسحب الأذى طاعة لله. بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أخي الكريم أختي المباركة، اكتبوا لي في تعليق أسفل الرقية حسيتوا بإيه وإن شاء الله حرد عليكم. وما تنسوش تدوسوا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس عشان تكونوا مشتركين في القناة، بحيث لما نزل أي مقطع عن الرقية الشرعية ولا تفسير الرؤى والأحلام ولا وصفة بالعلاج بالأعشاب يصل لكم إشعار بما أنشره. وجزا الله عز وجل خيرا كل من قام بالاشتراك في القناة. ما تنساش تدوس لايك وتعمل مشاركة. وجزاكم الله خيرا.